الموضوع اللي انا ما اقدرش استثنيه النهارده وما اتكلمش عنه وهو افطار الاسره المصريه. ووجه في السيد الرئيس خلال الافطار مع الاسره المصريه على هامش افتتاح عدد من مشروعات الاسكان التحيه للشعب المصري، وقال انه مستعد اسمع اي حاجه واي نقد واي سؤال ممكن اتساله. ده اللي كان وقت ما كان هيبتدي يسمع اسئله من المواطنين ويبدا النقاش بينه وبينهم. واضاف الرئيس انا اتكلم دائما حسب فهمي وحسب معرفتي والامانه التي تقتضيها اني اتكلم مع الناس واواجه من خلالكم التحيه، واقول ان ما تحقق خلال السنوات الماضيه المفروض ان حالنا ما يبقاش كده، مفروض ان الواقع اللي كان موجود في مصر خلال السنين اللي فاتت بدون تحديد فتره وغيره ولا يمكن ان يكون المناسب الا ان نقوم بتعديل الوضع. وكرم الرئيس السيسي اليوم العديد من النماذج المشرفه. خلينا نطلع نشوف جزء ونرجع نكمل مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا ارحب بكم جميعا، واهلا وسهلا، وسعيد ان انا التقي بكم واتشرف ان انا اتكلم معاكم. اسمحوا لي ان انا اوجه لكم كل تحيه وكل تقدير واحترام لكم ك يعني نموذج من نماذج المصريين كلها، فمن خلالكم بوجه التحيه للشعب المصري. والحقيقه انا عايز اسمع منكم، بالمناسبه انا مستعد اسمع اي حاجه تقولوها واي نقد تقولوه واي سؤال تسالوه. وبالمناسبه برضو انا ان شاء الله دايما صريح وصادق، دايما صريح وصادق، يعني ما اعرفش يعني عشان تبقوا مطمنين. انا بتكلم دايما بفضل الله سبحانه وتعالى حسب فهمي وحسب معرفتي وحسب الامانه اللي تقتضي عليا ان انا اتحدث بها مع الناس، كل الناس. ودي طبيعه يعني ربنا سبحانه وتعالى يساعدني ان انا استمر فيها. فخليني في البدايه ان انا اوجه زي ما قلت كده من خلالكم تحيه لكل المصريين، واقول ان ما تحقق خلال السنين اللي فاتت يعني كمقدمه ثم هاسمع الاسئله اللي انتم عايزين تسالوها. المفروض ان احنا حالنا ما يبقاش كده. حالنا ما يبقاش كده. لان الواقع اللي كان موجود في مصر خلال السنين اللي فاتت، كل السنين من غير ما اقول فتره ولا اتكلم عن اي حد، لان ده مش مناسب ان حد يتكلم غير على ان اللي هو يقوم بدور ويبذل جهد ويعالج مسائل، ما يتكلمش عن اي اسباب اخرى. طيب، فكان المفروض ان احنا ما نبقاش كده، كان المفروض يبقى في حال تاني خالص، والبلد دي كانت تروح في منطقة تانية خالص حتى الآن. ولما دايما أقول للناس من فضلكم شوفوا الآخرين، ما أقصدش بكده غير إن أنا مش أدلل على كلامي، لا، أنا بدلل على فضل ربنا علينا، بدلل، بأكد، بستدعي وبقول للناس خلي بالكم اللي انتوا فيه ده كرم من ربنا علينا، مش شطارتنا بس، شطارتنا مش شطارتك، شطارتنا يعني بيكوا بفضل الله سبحانه وتعالى يا مصريين تحقق ما نحن فيه الآن، اللي هي خطوة زي ما بقول كده، خطوة من ألف خطوة احنا محتاجين نتحرك فيها عشان يعني. وبالمناسبة الخطوات ما بتنتهيش، الدول والشعوب في حراك مستمر وفي تطوير مستمر. وإذا كان حد يتصور إن الموضوع فترة مؤقتة مهما حققنا فيها من نجاح وإنجازات خلاص نقفل، ده كلام مش صحيح. لا، كل يوم وكل شهر وكل سنة وكل عدة سنوات كمان الأمور دايما في حراك مستمر، عشان هي الدولة كده، هي الدنيا كده، هي الدنيا كده.
هي الدولة كده فكرة ان رئيس الجمهورية يقول انا هقف وهسمع اي كلام عايزين تقولوه، اختلاف المستويات اللي قاعدة في الفطار الاسرة مع السيد الرئيس مختلف، منهم اللي سألوا ان هو محتاج مكان يشتغل فيه ومبسوط، ومنهم اللي قام شكروا فقط على ان هو نقله كان في عزبة الهجانة ونقله للامل اتنين تقريبا اسم المكان اللي اتنقل فيه، انا كنت بسمع في العربية، وكان وشكروا قد ايه ومبسوط مجرد ان الراجل بيطلع بس يبص من بلكونته شايف ان ده يعني حلم ما كانش بيحلم بيه، فكرة انه مطمن ان اولاده هيتربوا في مكان زي ده. ده كمان شخص تاني طلع سأله قال له سيادة الرئيس انا عارف انك هتزعل مني، انا عندي خمس اولاد منهم اربعة بنات تقريبا وولد. سيد الرئيس رد قال له انا مش زعلان خالص، بس تطرق سيد الرئيس بذكاء شديد اللي كان بيقوله الصبح في الافتتاحات، وقال كده نصا انا كنت بكلمكم عن الزيادة السكانية ازاي، قال له انا كل اللي كنت املكه في عزبة الهجانة غرفة واحدة فقط وفيها انا واولادي وزوجتي. اشار السيد الرئيس بذكاء شديد ان ازاي اب وكل الاولاد دول موجودين، ازاي اولاد دول هيطلعوا عندهم سواء نفسي. كمان اتسال السيد الرئيس من المجموعه الموجوده سيادتك اهلاوي ولا زملكاوي، اشار للسيد الرئيس هل انا عندي وقت، رد السيد الرئيس وقال له هو انا عندي وقت للوقت اللي انا اقول اهلاوي ولا زملكاوي، انا مصراوي، واعتقد ده فعلا هويه السيد الرئيس. مش معناها طبعا ان الرياضه شيء تافه، لكن هو عنده الانشغالات اهم من كده وحاجات واخداه اكتر من كده. كان لقاء حميمي جدا، كان لقاء فيه تكريمات لناس استحق. عايز اقول لكم قد ايه فكره ان انت تكرم حد تعبان وبيبذل اقصى جهد في مكانه ده شيء، وانا لما بشوف عناصر القوات المسلحه بتتكرم بيجي في ذهني فورا شهدائنا اللي اتكلمت عنهم في اخر حادث يوم 14 اليومين اللي فاتوا. عايز أقول البيان القوات المسلحة كان بيان وافي جدا، بيان بيطمننا أن هما ماشيين يعني في تقدم، ماشيين في سيطرة على الأمور، لكن هذا لا يمنع من غدر بعض العناصر الإرهابية، وده اللي متعودين عليه. فكرة شد حلهم أن هما دي تاني عملية تقريبا في أسبوع واحد، ده بيقول لنا أن هما يعني قد إيه يعني سايرين تجاه مصر.